بالنسبه للبامباز اللي صنعناه من معطف كورونا، جبنا معطف كورونا وقصيناه، اخذنا منه اللي هو القماش تبع معطف كورونا، واخذنا منه المغطيات اللي موجوده في المعطف، واخذنا منه اللاصق تبع المعطف، اخذناهم منه وصنعنا باترون لها، جهزنا الباترون، عملنا جبنا القطن الطبي، الشاش الطبي، وجبنا اللي هو الشاش الطبي، القطن الطبي والشاش الطبي، جهزناه وبعثنا، رحنا على ماكينه الدرزه ودرزنا اياها بالطريقه هذه، درزنا اياها، بعد هيك ركبنا الاستك اللي هو المغيط اللي هين ركبناه وجهزناها، بس طلع توصل للمواطن بالطريقه هذه. Thank you.